أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى ميليشيات البصرة تعقد صفقات للتجارة بالمخدرات وتهريب المجرمين. نطالع في العرب اللندنية اتفاق عراقي لبناني النفط مقابل العلاج. وجاء في الجارديان تصاعد العنف في ميانمار يهدد بتحولها لسوريا الجديدة. نطالع في العرب الجديد حيث جاء فيه العراق خطة لوقف الهجمات على أرتال الدعم التابعة للتحالف. وجاء في عرب 21 تزايد التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعد تصعيد عسكري. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط مصر تصف أحدث جولات محادثات سد النهضة بالفرصة الأخيرة. وأخيرا اندبندنت المسلمات في سويسرا خائفات من زيادة الإسلاموفوبيا. أهلا بكم. جاء في صحيفة الميثاق الوطني مقال خاص قناة الرافدين الفضائية جذور ثابتة وثمار ناضجة. عبد القادر النايل يقول تعرضت قناة الرافدين الفضائية منذ تأسيسها إلى عدة استهدافات ممنهجة منها ما يحمل الطابع المحلي ومنها ما يحمل الطابع الدولي لأن المنهج الثابت الذي خط مسارها وضعها في مواجهات مباشرة أمام صناع مشروع تدمير العراق حيث انحازت قناة الرافدين منذ الوهلة الأولى لانطلاقتها إلى العراق وشعبه والمصلحة العليا للوطن. مقال للكاتب عبد القادر النايل في صحيفة الميثاق الوطني حول استهداف قناة الرافدين واختراق موقعها الرسمي. ساهمت قناة الرافدين بشكل مهني ووطني إلى النهوض الفعلي للشعب العراقي من خلال ثباتها على المبادئ الوطنية التي تميزت بها وهي تدافع عن مصلحة العراق وتنحاز إلى قضايا شعبه العادلة وهي تساند المظلومين وتقف جبلا شامخا أمام الظالمين وميليشياتهم وداعميهم تحمل هموم أبنائه وتضمد جراحهم تكشف جميع المؤامرات التي تصيب العراق بقيادة محور الشر الأمريكي البريطاني الإيراني ومن هنا كانت البداية في أن تتحول قناة الرافدين إلى خطر يهدد المشاريع الإقليمية والدولية وهذا قدرها أن تواجه دولاً وهي محاصرة في رسالتها من الجميع مع إقرار الجميع بأن الرافدين تمثل الحق العراقي والعدل فيما تحمله من مشروع نهضوي يمثل تطلعات العراق والأمة العربية والإسلامية لكنهم يخشون دعمها والإفصاح عن ذلك لأن نهاية المطاف سيجدون أنفسهم في مواجهة مشاريع التدمير للمنطقة وسيضعون أنفسهم وجها لوجه مع أمريكا ومن معها إن أهم محطات النهوض التي ساهمت فيها قناة الرافدين والذي لا بد أن يحفظ لها تاريخياً أنها وقفت بوجه المشاريع الطائفية وساهمت بشكل كبير في بث الوعي وإفشال جميع هذه المشاريع التي أرادت ترسيخ الطائفية بين الشعب العراقي والذي سفكت دماؤه على أيادي مجرمين نفذوا من خلاله خطط تفتيت العراق وضرب السلم الأهلي. عبد القادر النايل يقول بدأت مواجهة قناة الرافدين مع النظام الإيراني الذي أخذ على عاتقه من المحتل الأمريكي أن يرسخ الطائفية داخل المجتمع العراقي حيث عمدت إيران على توجيه المالكي رئيس حكومة الاحتلال في العراق إلى الضغط على الدول العربية باستهداف قناة الرافدين وللأسف الشديد استجاب النظام المصري لها بعد حزمة مالية كبيرة من الأموال من إغلاق القناة لكنها رغم هذا الاستهداف الكبير نهضت لتستكمل طريقها بشجاعة وثبات لتحافظ على مسارها الوطني وهنا لابد من الإشارة إلى التصدي الفعال لقناة الرافدين لمشروع تقسيم العراق طوال 18 عاما.
ونطالع في صحيفة العرب اللندنية الأردن ومصر والدولة الفاشلة في العراق. عن الأردن ومصر والدولة الفاشلة في العراق كتب علي الصراف مقالا في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيها: تقاسم الحصص لم يبقي شيئا للخارجين عن المعادلة، لا توجد فراغات هناك الآن يمكن احتلالها، كما لا توجد هناك ثغرات تسمح بأن يأخذ الأردن ومصر قرشا واحدا لا ترضى إيران عن وصوله إليهما. الميل المصري والأردني نحو العراق يهدف إلى تحقيق غرضين صغيرين: الأول الاستفادة من موارده الخام، والثاني تحويله إلى سوق للخدمات والبضائع والخبرات التي يمكن للبلدين أن يقدمانها لدولة مغرية لأنها فاشلة. هذان الهدفان لا يتضمنان إعادة ضم العراق إلى حاضنته العربية الطبيعية، ولا حتى الدفاع عما قد يحرصان على إنشائه من مصالح في مواجهة التدخلات الإيرانية. الدول التي تريد أن تبني مصالح راسخة يتعين عليها أن تكون قادرة على حمايتها على الأقل، وهذا ما لم يظهر عليه أي دليل حتى الآن. يمتلك العراق موارد هائلة، ومن حسن الحظ أنها ما تزال مدفونة والحاجة إليه لاستنهاض المزيد من فرص التنمية في مصر والأردن، ليست بأقل من حاجة العراق نفسه إلى هذين الشريكين الجارين. الاستفادة من فشل دولة يتعين أن يبدأ من الاستعداد لإقالتها من العثرة بتوفير القدرات لحماية ودعم الراغبين باستنهاضها داخل الحكومة وخارجها، وليس من خلال التخاطب مع رئيس وزراء مشلول القدرات أصلاً. يمكن توقيع اتفاقات وعقود في العراق، ولكن ما قيمتها إذا اتضح أنها غير قابلة للتنفيذ، أو إذا اعترضت طريقها مصالح مضادة أخرى، وإذا اعتبرتها الميليشيات التابعة لإيران تهديدا لها؟ نقرأ في المدى: أين صار قرار الحكومة بشأن مرضى السرطان؟ الدكتور كاظم المقدادي يقول: تعتبر محنة مرضى السرطان ومعاناتهم اليومية واحدة من أكثر المشكلات الصحية والبيئية والاجتماعية الساخنة في العراق، والطامة الكبرى أن أعداد المرضى والوفيات السرطانية تتزايد عاما بعد عام، وبلغت ما بين 8 إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل حرب عام 1991. واستخدام القوات الأمريكية وحليفاتها لذخائر اليورانيوم المشعة على العراق. مقال للكاتب كاظم المقدادي نشرته صحيفة المدى، نستمع إلى جزء منه. مع كل يوم يمر وأمام أنظار الجميع تتفاقم محنة مرضى السرطان وأسرهم بدلا من أن تخف كما يفترض، وذلك لأن الحكومات المتعاقبة لم تهتم جديا، إن لم نقل تجاهلت المحنة تجاهلاً مخزياً، ولم تحقق شيئاً يذكر في معالجتها معالجة جدية وفاعلة. فوقفت الجهات الصحية عاجزة تماماً عن عمل أي شيء، والسبب الأبرز هو استشراء الفساد وهيمنة المافيا وعصابات المتاجرة بصحة وحياة المواطنين على مقاليد الأمور في الصحة. وعندما حاول الدكتور علاء العلوان وزير الصحة الأسبق تخفيف محنة المرضى ضمن خطة علمية مدروسة وضعها بنفسه كخبير دولي بالصحة العامة وله خبرة طويلة في المنظمات الدولية المعنية لتحسين الواقع الصحي المتردي، تصدى له بكل وقاحة وصلافة المسؤولون المتنفذون الفاسدون وشهروا به، فاضطر للاستقالة ومغادرة العراق. لقد عانى المرضى بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص كثيرا، وما يزالون يعانون من سوء الخدمات الطبية وسوء المعاملة ومن شحة الأدوية في المستشفيات الحكومية. وقد نشرت وسائل الإعلام العراقية طيلة سنوات عديدة الكثير عن صعوبة العلاج، بل وعدم توفر العلاجات اللازمة بشكل مستمر، حيث الدواء المطلوب لا يتوفر في المستشفى الحكومي.
دكتور كاظم يقول: تسببت شحة أدوية الأمراض السرطانية المتفشية المزمن إلى ارتفاع أسعارها وزيادة معاناة المواطنين المحتاجين إليها، خاصة من ذوي الدخل المحدود. ولذات الأسباب تعذر على الأغلبية السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، ونشد مرضى السرطان وذووهم مراراً وتكراراً الحكومة وجهات الصحية ذات العلاقة بتوفير الأدوية من مناشئ جديدة وبأسعار مناسبة لكي يتسنى لهم إكمال مراحل العلاج. فمتى تفي الحكومة بتنفيذ قرارها؟ الله أعلم. جاء في صحيفة الشرق الأوسط: السعودية والعراق ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. عبد الله بن بجاد العتيبي يتساءل، حيث يقول الكاتب عبد الله بن بجاد العتيبي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط: ماذا يريد العراق من السعودية؟ يريد المساعدة في انتشاله من الأوضاع التي لا تتناسب إطلاقاً مع أهميته ومكانته واستعادة عافيته وسيادته وهيبته. وماذا تريد السعودية هي الأخرى من العراق؟ تريد أن يعود العراق دولة مستقرة قوية كما هو هدف السعودية الدائم كما جاء في المقال، حيث هدفها دعم استقرار الدول ورفض استراتيجيات نشر استقرار الفوضى التي تتبناها المشاريع المعادية للدول العربية في المنطقة. العراق موطن حضارات قديمة بابلية وسومرية، ثم عاصمة الحضارة العربية والإسلامية لقرون طويلة مع الخلافة العباسية التي استمرت تقود العالم من الهند وأواسط آسيا إلى المحيط الأطلسي، وجرت في تاريخه أحداث أثرت على المنطقة والعالم وصولاً إلى اليوم. مشكلات العراق ليست صغيرة ولا سطحية، إنها مشكلات تتعلق بهويته وانتماءاته، بسيادته واستقراره، باستقلاله وهيبته، وبعد هذا بمستقبله وغاياته. وهو اليوم نموذج لدول استقرار الفوضى منذ عام 2003 وبداية الحكم الجديد في عراق ما بعد صدام حسين. أصبح استقرار الفوضى هو السائد في العراق، تحديداً بالتدخلات الإيرانية القوية والصارخة التي مثلت استعماراً جديداً، والاستعمار الخفي بصيغة تختلف عن الاستعمار التقليدي، وهي تمت بعدما فشلت استراتيجية الخميني في تصدير الثورة بالحرب المباشرة وتبني خامنئي لاستراتيجية استعمار الدول عبر الأحزاب والجماعات والتنظيمات الداخلية العميلة للعراق. كذلك هو نموذج لدولة الغنية التي تم إفقارها بشكل منظم عبر الفساد الممنهج. يقول عبد الله بن بجاد العتيبي: إن 18 عاماً عايش فيها العراق واحدة من أسوأ فترات تاريخه الحديث، وأصبح ملعباً للصراعات الدولية بكل الوسائل الناعمة والخشنة، وتفشت فيه تنظيمات الإرهاب وميليشياته، وقام بعض مسؤوليه بدعم الإرهاب وتسليمه مليارات الدولارات والأسلحة الحديثة وتسهيل استحواذ هذه التنظيمات على مساحات شاسعة، منه تنفيذاً للاستراتيجية الإيرانية في العراق والمنطقة. الرسوم المسيئة هي المشكلة وليس احتجاج المسلمين. هاجم موقع ميدل إيست آي الحكومة البريطانية ووسائل إعلامية وحركات اليمين المتطرف على خلفية تحركها ضد المسلمين واحتجاجهم على عرض أحد المعلمين رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى المدارس البريطانية. وقال الموقع في تقرير أن التغطية الإعلامية صورت المسلمين في بلدة باتلي على أنهم يخوضون حربا مع القيم البريطانية، لكن الأوباش الحقيقيين ليسوا أولئك المحتجين خارج المدرسة، بل هو الإعلام الذي عمل على تأجيج النار. تحت سمع وبصر إعلام جاهل يغلب عليه التعصب ولا يعرف الشفقة، يتم دق طبول الهلع ضد المسلمين البريطانيين،
بينما يعمل وزراء لا ضمير لهم على كسب نقاط سياسية رخيصة. وتتسع التصدعات في مجتمعنا الذي يعاني أصلا من المشاكل، والأسوأ من ذلك كله أن قضايا بالغة التعقيد يتم اختزالها على شكل تحليل مبسط يلحق ظلما كبيرا بحق إنسانيتنا المشتركة. نحن أمام واحدة أخرى من الحروب الثقافية التي يعشق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إشعالها. لا يوجد ما هو فكاهي أو مضحك بشأن الصور التي نشرتها مجلة شارلي إبدو حول النبي محمد، فمثلها مثل رسومات الصحيفة الدنماركية يالاند بوستن، إنما كان المستهدف منها هم المسلمون ولم يقصد منها إلا السخرية والإهانة. يعتبر تصوير النبي محمد من المحرمات في الإسلام، بغض النظر عن مدى احترام أو تقدير من يقوم بالتصوير، فكيف بتلك الرسومات التي لا تعبر إلا عن عدم الاحترام؟ جاء في موقع عربي 21: بايدن على خطى ترامب، سقط الرهان. يقول الكاتب يوسف رزقة: إدارة بايدن الرئيس الأمريكي تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأراضي المحتلة، فقد جاء ذلك واضحا وسافرا في نفس الوقت في التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان حول سياسة بايدن تجاه الأراضي المحتلة، حيث كتب يوسف رزقة مقالا في موقع عربي 21 جاء فيه: بايدن أخرس لسان رجال من السلطة حيث قدم لهم تعديلات شكلية على سياسة ترامب، ومنها إعادة بعض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وتأييد حل الدولتين كما هو في الرؤية الأمريكية وليس في الرؤية الفلسطينية. فلم ينتقدوا موقف ترامب. من راهنوا على بايدن عليهم مراجعة موقفهم، فشخص الرئيس الأمريكي ليس هو السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية وبالذات في الصراع العربي الإسرائيلي هو ما تصنعه المؤسسات ويلتزمه الرؤساء. كل رؤساء أمريكا مجمعون على حماية إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وكلهم يتبنون مصطلح الأراضي المتنازع عليها. وهذا كان نتاج موقف خاطئ ارتكبته القيادة الفلسطينية في مفاوضات أوسلو حين قبلت بالوصف الإسرائيلي للضفة وغزة بأنها أراضي متنازع عليها وليست أراضي محتلة كما كان يصر على ذلك حيدر عبد الشافي بعد مؤتمر مدريد. يوسف رزقة يقول: أن الأوان للقيادات الفلسطينية أن تغادر لغة الاستجداء والخضوع للمواقف الأمريكية مقابل المهلة، وعليها العودة إلى الشعب الفلسطيني وإلى أصول الثورة الفلسطينية قبل فوات الأوان. بعيدا عن السياسة وقريبا من القضايا الإنسانية، قضى أكثر من 50 شخصا الأحد بفيضانات وانزلاقات تربة في شرق إندونيسيا وفي تيمور الشرقية على ما أعلنت أجهزة الإنقاذ مرشحة ارتفاع الحصيلة. وألحقت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة الخراب في جزيرة فلوريس وصولا إلى تيمور الشرقية شرق الأرخبيل الإندونيسي. وأدت الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي تلتها إلى فيضان سدود لتغمر المياه مئات المنازل. وتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات في عدة أقاليم في جزيرة فلوريس. مشاهدينا الكرام، أترككم الآن مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.